لغرفتي البرلمان، أعلن رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني تمديد حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي في المغرب لمدة 3 أسابيع. قرر تمديد حالة الطوارئ الصحية وتمديد الحجر الصحي لمدة 3 أسابيع أخرى، مع العلم أن الحكومة أعدت رؤية عامة لتدبير الحجر الصحي خلال المرحلة المقبلة في أبعاده المركزية والقطاعية، مما سأشرحه بعد قليل. مجلس الحكومة إن شاء الله غدا سيصادق على المرسوم الذي سنمدد به الحجر الصحي الطوارئ الصحية، ثم بعد ستصدر القرارات التالية الضرورية فيه. رئيس الحكومة سجل أن الوضعية لبلادنا اليوم مستقرة ومتحكم فيها، ولكنها لا تزال غير مطمئنة بالكامل. مع الأسف الوضعية الوبائية لا تزال غير مطمئنة بالكامل من حيث معدل التكاثر ومن حيث استمرار بروز بؤر عائلية وصناعية بين الفينة والأخرى في عدد من المناطق، وكذا تسجيل بعض أوجه التراخي في احترام مقتضيات الحجر الصحي، مما قد يتسبب في انتكاسة لا يمكن تحملها. نحن لا نقبل أن نجازف بالمكتسبات التي رأيناها بتضحيات مقدرة من الجميع طيلة المرحلة السابقة للحجر الصحي. في معرض حديثه أكد السيد العثماني أن الحكومة أعدت رؤية عامة لتدبير الحجر الصحي خلال المرحلة المقبلة في أبعادها المركزية والصحية. عندنا استراتيجية واضحة وفق مبادئ محددة وشروط واضحة، نعمل على توفيرها كاملة أو بالشكل أقصى ما يمكن، وأيضا بتدابير قطاعية وعامة مضبوطة، وإن الاستعدادات قد انطلقت، وبمجرد تحقيق الشروط الوبائية واستكمال توفير الشروط اللوجستيكية سيمكن لبلادنا أن تبدأ في تنزيل إجراءات تخفيف الحجر الصحي. ونظرا للمتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية والدولية نتيجة أزمة كوفيد-19 ولتأثيرها على مختلف الفرضيات التي أثرت إعداد قانون مالية 2020، أوضح السيد العثماني أن الحكومة ستعد مشروع قانون مالية تعديلي يكون مرتكزا لتفعيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني.